السلام عليكم حليلوتي، ردا على طلب الاخوات في طريقتي في تنظيف البيت. ان شاء الله نقترح لكم طريقتي في تنظيف الارضيات. قبل هذا ما تنسوا تشتركوا في القناه، تضغطوا على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو، ابوني سبسكرايب اشتراك، ضروري ما تضغطوا على الجرس الموجود بجانبي، ثم وضع علامه في المربع والضغط على حفظ، تاكدوا ان الجرس تغير واصبح بهذا الشكل. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو لتنظيف الارضيه، عندنا الصابون البلدي اللي تنحتاجو في الحمام المغربي، عصير الحامض، ماء ساخن مع ملعقة كبيرة من البيكربونات الصودا. طريقة جد مبسطة، نضيف صابون البلدي على خليط البيكربونات الصودا مع الماء الساخن ونحاول الخلط، ثم من بعد ذلك نضيف عصير الحامض، وبطبيعة الحال الكميات تتبقى على حسب كبر المساحة اللي غادي ننظفو. نضيف عصير الحامض ونستمر في الخلط. هاد الخلطة كيف ما شفتو طبيعية، إلا أن فعالة جميع الأوساخ الليطاش والطبيعات اللي كيكونوا متمركزين على مستوى الأرضية. طريقة جد مبسطة، غادي نبلو المكان اللي حابين أن ننظفوه، ثم نضيف لها القليل من هاد الخلطة ونقوم بالفرك ديالو فرك خفيف بواسطة الشتاء. بالنسبة لي عملت هاد الشتاء يدوية نظرا لظروف التصوير والزوم ديال الكاميرا. إلا كانت عندكم مساحة كبيرة بزاف اللي حابين تنظفوه، بطبيعة الحال غادي تعملوا شتاء كبيرة. من بعد ما كنعملوا الخلطة وتنظفوها بواسطة الشتاء، تنحاولوا نكرطوا الفائض من الماء والأوساخ اللي تقلعت لينا من الأرضية. ثم من بعد ذلك تنحتاجوا شامبوان. البنات ما تلتزموش بالتشي مارك، عملوا اي شامبوان عندكم، ممكن يكون فاتلي الاجل، ممكن يكون موافق لكم شعركم، يمكن يكون ارخص مكان في لي شامبوان، ما كاينش اشكال في النوعيه، المهم يكون شامبوان خاص بالشعر. بعض السيدات ممكن يتسالوا علاش الشامبوان بالتحديد، كيف ما تنعرفوا اي حاجه عندها سلبيات وايجابيات. الصابون البلدي عنده ايجابيات كثيره، ما كيختلفش على اثنين، الا ان يعني السول بيمول اللي فيه هو انه تيضبب الارضيه. يعني هاد الشامبوان اللي غادي نعملوه هو اللي غيزول لينا هذيك الضبابه اللي تيعمل الصابون البلدي، وكذلك غادي يزول لينا هذيك الريحه اللي تتكون غير مستحبه نوعا ما للصابون البلدي، غيخلي لينا الريحه جميله وغيزول لينا الضبابه وغيساعد على تلميع الارضيه. بعد ذلك تنكرطوا كذلك. وبالنسبه للسيدات اللي بغاو الارضيه تنشف لهم بسرعه، فما عليهم الا انهم يستعملوا الماء يكون ساخن جدا، فهو الماء الساخن دائما كيساعد على ان نزولوا ليطاش، و اون ميم طون تينشف تساعد الارض على انها تجف بسرعه. والان ما بقى لينا الا نشفوا الارضيه ديالنا، وهي اصبحت لامعه معقمه نظيفه باقل مجهود بمواد كلها طبيعيه، وما نخافوش منها على صحه وليداتنا. كيف ما تشوفوا كي عملت هذه الخلطه مع الرخام، يمكن لكم تعملوها مع الليموزيك، يمكن لكم تعملوها مع الزليج بخلاف الباركي، لان الباركي عنده طرق خاصه للتنظيف ديالو. الا كان عندكم هذا المشكل في تنظيف الباركي قولوها ليا، ان شاء الله نوضع لكم في فيديوهات اخرى طريقتي في تنظيف الباركي. كنتمنى فيديو اليوم يكون مفيد وتكونوا استفدتوا منه ولو بالقليل. كنشكركم حبيبتي على المشاهده، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. بيزو كبيره لكم.